السلام ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الاستثنائي من برنامج في أسبوع، نخصصه الليلة للحديث عن سلسلة الحرائق اللي عرفتها عدة مناطق غابية في تونس في الأسبوع الأخير، واللي تسببت في تضرر نحو 2000 هكتار من المساحات الغابية، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل والمحاصيل الزراعية لمجموعة من المواطنين. والحمد لله وأنه ما كانش فما أضرار بشرية لهذه الحرائق. حرائق في الحقيقة طرحت أكثر من سؤال، خاصة حول تورط عدد من الأشخاص أو جهات ربما في هذه الحرائق والتحقيقات جارية. يسعدنا بالحضور للحديث بأكثر تفاصيل عن هذه الحرائق السادة حبيب عبيد، مدير عام إدارة الغابات بوزارة الفلاحة، أهلا وسهلا بك. أيضا العميد صالح القربي، رئيس قاعة العمليات المركزية للحماية المدنية، أهلا وسهلا بك حضرة العميد، في انتظار أنه يلتحق بنا في غضون لحظات. سيد عمر الباهي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية. خلينا نشوفوا تقرير في البداية يلخص سلسلة هذه الحرائق اللي كما قلت اندلعت في عدد من المناطق خاصة في الشمال الغربي، مع زميلتنا سيرين بن قاسم ونحكي بأكثر تفاصيل. نهار لحد 30 جويلية اندلعت عدد من الحرائق في عدد من ولايات الجمهورية كيما بنزارة القصرين الكاف وخاصة جندوبة. تعزيزات كبيرة وصلت للمناطق هذه من حماية مدنية ووحدات عسكرية لإخماد الحرائق، وين تم تسجيل 94 حريق في 8 ولايات. وحسب وزارة الفلاحة فإن المساحات اللي تعرضت للحرق تبلغ أكثر من 2000 هكتار من غابات كثيفة موزعة على 6 معتمديات، وهي عين دراهم، تبرقة، بلطة بوعوان، جندوبة الشمالية، غار الدماء وفرنانة. الحرائق هذه تسببت في خسائر مادية للأهالي، وين تعرض 23 منزل في عين دراهم لأضرار مختلفة، وتم إجلاء 14 عائلة من سجنان وعين دراهم وإيوائهم في كل من المعهد الثانوي في سجنان ودار الثقافة في عين دراهم. هذا الجانب خسائر فادحة للفلاحين بأتلاف محاصيل زراعية. وحسب التحقيقات تورط عدد من الأشخاص في أحداث سلسلة الحرائق هذه، وين تم إيقاف 4 أشخاص في ولاية جندوبة وزوز أشخاص أخرين في بنزرت، حسب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني خليفة الشيباني، اللي أكد أنه تمت مباشرة 26 قضية من أجل حرق الأراضي الدولية عمدا. بالنسبة لجندوبة بشرنا 26 قضية بالتنسيق مع النيابة العمومية، وقفنا فيها 4 من الناس، احتفظنا بهم 9 في حالة صراح وزوز في حالة تقديم. البارح في بنزرت احتفظنا بزوز، وثم حدث مورط في الحكاية حطيناه بحالة صراح بعد مراجعة النيابة العمومية، وبشرنا في بنزرت 7 قضايا. وأشار لأنه معظم الناس المتورطين هما من أعوان حظائر عرضية تم انتدابهم وثم التخلي عليهم. السبب الأولاني أنه باش يخدم تو في الفترة هذه ويستنجدوا به في تعزيز عملية إطفاء الحرائق، ومن بعد ينجم يستغلها باش يهز الفحم ذاك اللي موجود غادي. هذا في جانب. في جانب ثاني ثم سبب هو خلافات عائلية بين الناس الموجودين غادي حول ملكية أراضي. كما أكد خليفة الشيباني أنه ما تمش الوصول لأي معطى أنه فما خلفية إرهابية في هذه العملية. إذا خليني نبدأ معك حضرة العميد صالح القربي بالمستجدات اللي ما تناولهاش ربما التقرير هذايا، الحرائق اللي صارت في وقت متأخر البارح في الليل واليوم يظهر لي في بارجو في سليانة، وما نعرفش كيف فما مناطق اخرى في سليانة وفي القيروان. شنو هو اخر الاخبار؟ بالنسبه للوضع، الوضع عادي باغلب الولايات اللي شهدت حرائق غابات خلال الاسبوع الفارط، خاصه ولايات بنزرت، باجه، جندوبه، الكاف، القصرين. لكنه منذ يومين تقريبا سجلنا اندلاع حريقين بمساحات غابيه بمعتمديه برقو من ولايه سليانة. الحريق الاول تقريبا اتى على مساحه 40 هكتار، وتمكنت الامكانيات المتدخله من اخماد الحريق، الا انه سجل اندلاع حريق ثاني في ساعه متاخره من الليل. هذا اللي صار ساعتين تعليل البارح. بالضبط، هذا جبل الكنازيز معتمديه برقو. الحريق هذا هو تطور نتيجه هبوب رياح قويه على المنطقه. تسرب بالغابه تم الابواب مرجع نظر ولايه زغوان. كافه الامكانيات حاليا متواجده على عين المكان بمحاوله للسيطره واخماد النيران هذه. هي الحمد لله ما سجلناش اضرار بشريه او الحمد لله ماديه.
ان شاء الله نستناو خلال الساعات القادمه، خاصه مع امكانيه قاعدين نتوقعوا الليله ان شاء الله قاعد تصب المطر في زغوان، ان شاء الله خلال الساعات القادمه وحدات الاطفاء تتمكن من التغلب على الحريق هذا. فما رياح ممكن وانه معناتها توسع من رقعه الحريق؟ الرياح ان شاء الله ما نتمناوش احنا هذيك. الرياح موجوده. كذلك اليوم تقريبا الساعه الثانيه بعد الزوال سجلنا حريق في اسفل جبل السرج معتمديه الوسلاتيه من ولايه القيروان. الحريق تقريبا اتى على مساحه 10 هكتارات والحمد لله تحولنا بسرعه وتم اخماد الحريق هذا قبل ما ينتشر. نفهم من كلامك انه الحريق اللي في سليانة اللي في برقو هذا ما زالت ما تمتش السيطره عليه نهائيا، هو ممكن في غضون ساعات يقع اخماده الكل. ان شاء الله. والحريق اللي في القيروان اللي صار أخمد. اليوم تم الحمد لله تم اخماده. سي حبيب عبيد في انتظار انه يدخل سي عمار الباهي كاتب الدوله لدى وزير الفلاحه ولدى وزير الفلاحه اللي التحق بنا الان ومرحبا به. سي حبيب، اذا قبيله في التقديم نتاعي وحسب الكونفرنس دو بريس اللي عقدتوها في القصبه السبت اللي فات قلت وانه فما نحو 100 حريق أتت على 2000 هكتار من المناطق الغابية في تونس. ونجم نرجع الوضع نتاعنا يوم 27 28 و 29 جوليا كنا في وضع عادي، ثلاثة أربع حرائق يوميا تم تسجيلها معناتها وما تكونش خسائر كبرى. نجم نقولوا اليوم 29 جوليا عندنا 160 حريق أتى على أقل من 200 هكتار. هذه في الوضعية الحالية، في الوضعية اليوم 29 30 جويليا. بداية من 31 جويليا لاحظنا أن تعدد الحرائق في البلاد التونسية، وبدأت الحرائق هذه من ولاية جندوبة ثم تحولت لولاية باجة وسجنان، هذا الأهم. حاليا الوضع عادي ما عدا الحريق 2000 هكتار تضرت من الحرائق هذه في أسبوع، هذا ما يقابل ما نسجله سنة كاملة في سنة عادية. إذا نرجع لل بعض هذا هو اللي نحب نسالك عليه. تو احنا كل عام فما حرائق في الموسم هذايا لعده اسباب نعرفوها الناس الكل، وديجا كي كنا صغار كنا نشوفوا في برشا ومضات اشاريه تتحدث على اللي ما يرميش السواقر وكذا ونردوا بالنا من الحرائق في الفصل هذايا بالذات. معناها حبيت نقول وانه عاديه الحرائق اللي سجلناهم سناء وبالكثافه هذه، وخاصه وان يكون فما 15 حريق الاسبوع الماضي يتسجل بوقت متزامن، تعتبر يعني نسبه عاديه اولا والا لا مقارنه بالسنوات الماضيه؟ واذا كان عندك بعض الارقام. هو كان نرجع لسنه 2011 سجلنا قرابه 200 حريق اتى على 1700 هكتار. بالنسبه ل 2012 400 حريق أتى على 2400 هكتار. 2013 2014 وصلنا من 300 و400 حريق إلى قرابة 5000 هكتار، وبعد بداية من سنة 2015 رجعنا للنسق العادي. النسق العادي نتاعنا احنا ديما 200 حريق ما بين 1300 و1500 هكتار، هذا النسق العادي نتاعنا احنا في بلادنا. يعني السلسلة نتاع الحرائق اللي صارت سنة ما هوش المعدل الأعلى، هذا اللي حبيت نوصل له أنا. هذا لاحظناه. هذا لاحظناه، لكن اللي يثير الشك كونه فما حرائق كانت بشكل متزامن. يعني اندلعت هذا حسب تصريحات اللي جات في الكونفرنس دو بريس. كما تقول لي أنت 15 حريق في وقت واحد، معناها فما شبهات أنه الحرائق هذه مفتعلة. يوم 31 جويليا لاحظنا اللي بداية من الساعة الواحدة إلى الساعة السادسة 14 حريق اللي اندلع في نفس المعتمديه هي عين درهم، وهذا قلنا ماهوش معتاد به، دونك هذا اللي جاب لنا الريبه والشكوك حول والمناطق اللي اندلعت فيها الحرائق هذه. نجم نقولوا المناطق تبعد 15 كيلومتر على كل حريق. يعني سهل معايا سيد كاتب الدوله كنا في الطريق احنا داخلين البدايه من بلاريجيا فرنانا ولاحظنا كل 15 كيلومتر اندلاع حريق متواجد. خليني نرحب بسيد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية سي عمار الباهي، أهلا وسهلا بك. جيتنا مباشرة من سليانة. كنا في زيارة مع سي حبيب. سي حبيب كنا في سليانة وفي زغوان معناتها باش نتابعوا يعني التطورات الميدانية اللي كنا نحكيو عليها اللي صارت البارح واليوم. واللي صارت البارح واليوم تو الوضع في زغوان نجم نقول تحت السيطرة. في ولاية سليانة مازال شوية الوضع معناتها إن شاء الله من هنا لغدوة الصباح نسيطروا عليه. انا حبيت شويه نحط الامور في نصابها. هو في تونس عندنا غابات الحمد لله، عندنا 1.3 مليون هكتار من الغابات واللي هي مساحه معتبره ثروه غابيه مهمه ثروه غابيه مهمه، جي ثلث نتاع
المساحة يعني الفلاحية في تونس، وهذا 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 مهم. يسكنوا فيها كمان 800,000 مواطن. شنو اللي صار السنة وشنو اللي مش معتاد؟ كان نحاولوا نشوفوا شنو صار السنة في تونس، ماهيش في عزلة، معناتها كي نشوفوا العالم شنو اللي صار فيه. احنا شفنا حرائق كبيرة ياسر صارت في الجزائر، عشرات الالاف من الاكتارات تحرقوا. حرائق كبيرة صارت في البرتغال، 60,000 اكتار تحرقوا في البرتغال و64 ميت. حرائق كبيرة صارت في جنوب فرنسا، حرائق كبيرة صارت في سيسيليا، حرائق كبيرة صارت في ايطاليا، حرائق كبيرة صارت في الجنوب نتاع اوروبا. يعني مش تونس برك، يعني اثناء الطقس ياسر سخون. احنا يعني في عين دراهم المعدل نتاع درجة الحرارة في عين دراهم، يعني الدرجة القصوى كانت ما تفوتش 34 درجة، السنة خلطنا 47 في عين دراهم اللي هي معناتها باردة واحد. دونك نشوفوا اللي هالتواتر نتاع السخانة، النقص نتاع الأمطار زادة، اللي عندنا نقص عندنا ثلاث سنوات نتاع جفاف في تونس توا متواترة، وهذا خلى اللي الغابة ولات شيحة ياسر، معناتها حتى اللي تير اللوطة تبدا من الغابة تبدا مبلولة في العادة وتشد شوية ماء، توا شيحة ياسر اللي يخلي اللي الحرائق هذه خذات يعني بعد كبير. وكما شفنا السنة باش تفوت المعدل السنوي اللي هو في حدود 1300-1500 هكتار، احنا توا فوتنا براتيكمون 3000 هكتار، معناتها من اول السنة من 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 الغابات، وهذا يعني رقم اكثر من المعتاد. مازلنا ما خلطناش، ما نساوش عام 2013-2014 خلطنا قرابة 4500 ولا 5000 هكتار معناتها من الحرائق. دونك هذا قاعدين نشوفوا. ثم زاد اللي تقول فيه انت قبيله، ثم حاجات، وهنا النيابه العموميه قاعده تشتغل، وقاعد ثم ايقافات صارت اللي ثم ريبه يعني في شبهات يعني اللي تكون مفتعله. ثم زاد يعني هذا البيس هذه قاعدين زاد نتبعوا فيها، والنيابه العموميه قاعده تقوم بدورها. وثم ايقافات صارت في جندوبه، ثم ايقافات صارت في ولايه بنزرت يعني. اما اللي المهم اللي احنا نجمنا نسيطروا على الوضع، واهم حاجه واللي انكد عليه اللي ما صارت حتى خساره بشريه، وهذا الحمد لله يحسب لنا. وانا نحب هنا نحيي فريمون اعوان الجيش والحمايه المدنيه وعمل الامن الوطني، وخاصه يعني اعوان الغابات اللي فريمون قاعدين يقوموا بعمل جبار على الميدان، وقاعدين يعرضوا في حياتهم الخطر، وتوا موجودين في الليل ما يرقدوش. ثم ناس عندها توا 43 ما رقدتش، قاعده تخدم وموجوده على الميدان. بيان سور لازمنا نحاولوا نعملوا نظره جديده للاطفاء نتاع الحرق كيفاش يجم تم. احنا لازمنا نتعاملوا مع العالم هذا الجديد اللي ولات ثم ارتفاع كبير في الحرارات، ثم انحباس حراري اللي ولا اكثر في جنوب المتوسط قاعدين نشوف فيه اكثر، والحرارات هذه مرتفعه منذ 15 يوم توا نشهدوا في معناتها فاك كبيره نتاع شهيلي اللي ماهيش معتاده يعني العاده، ولازمنا نوليو نعرفوا نتصرفوا مع الوضع هذا بآلية جديده. وهذا شنو اللي باش نقوم، اما ناكد فيه احنا الحكومه حطينا قصارى جهدنا وحكينا الامكانيات الكل باش ما نخسر حتى روح بشريه، والحمد لله لحد الان ما ثم حتى خسائر بشريه. وحتى الخسائر البديهيه اللي صارت، ثم 23 دار تمسوا في عين دراهم، ومشى السيد رئيس الحكومه وباش يتعوضوا الخسائر هذوما، معناتها ما فماش وفد حكومي. مشينا احنا يعني بديتوا مشينا، ثم لجان تشكلت على ما اعتقد، ثم لجنه على مستوى في الاضرار في خاصه في عين دراهم. كيفاش باش يصير تعويضهم؟ كيفاش تعويض في لانه نتصور بعد الحركه هذه، هذا اللي يهم المواطنين هذوما. اما راهو هو نزيدوا نحاد ونبسطوا شويه، قلت لك راهو 800,000 مواطن تمسوا 23 دار، معناتها اقل من 1% ولا حتى من 0.1% من العباد اللي تعيش في الغابه. الحمد لله معناتها كنا ماشيين في خساره كبيره برشا، كي تمسوا 23 دار ماهيش معناتها احنا امل الدوله هنا موجوده والحكومه موجوده. 23 دار كيكونوا ضعاف الحال وكيكونوا لا باش سي هذا ما قلناش احنا شوف اللي باش ناكدوا بالنسبه لهم هما حاجه كبيره، انه دار وتتحقق كلها باثاثها بكل شيء وحيوانات اللي يربيوا فيها وكل ما تتسمى حاجه كبيره. احنا اللي ناكدوا عليه اللي بياشر نحطوا كل حاجه في نسبوها وكما قلنا مش حاجه، وان شاء الله يقع تعويض لهم في اقرب وقت. تعويض لهم السيد رئيس الحكومه تعهد بذلك، وصارت لجنه من وزاره التجهيز من الجمعه اللي فاتت خرجت وعانت، وباش يبداوا يصلحوا في اللي ينجموا يصلحوا له يصلحوا له، ينجموا يعوضوا له كي يحب يعوضوا له يعوضوا له، باش يعمل فكره صخره هذا باش يتم، وهذا معناتها تعهدنا به وباش نقوموا به. اما ناكدوا اللي معناتها بارابور للريسك الكبار والمساحات الكبيره نتاع اللي صارت والضغط الكبير، الحمد لله ما صار حتى روح بشريه، وحتى الحمد لله العدد نتاع الحمد لله والعدد نتاع يعني الديار اللي تمسوا مقارنه يعني خاطر ما ننساوش 800,000 مواطن يعيشوا في الغابات، معناتها ايماجين 800,000 مواطن تقول على الاقل 800,000 منزل، كان كل منزل يكون فيه 8 من الناس، معناتها ما تمسوا كان 23، الحمد لله اللي معناتها نجمنا نسيطروا على الوضع وما تمسوش يعني المنازل نتاع المواطنين نتاعنا. انا جوست انت كنت تحيي في الاعوان الحراس اللي عاملين في اللي يخدموا في الغابات، ثم معلومه وردت في ندوه صحفيه اللي تعاملت
نهار سبت كلكم حاضرين فيها تقول وأنه فما شبهات في أنه بعض الأعوان العرضيين اللي تم التخلي عن خدماتهم هما كانوا وراء الحرائق هذية، في حين وأنه الناس هذوما كانوا في الصفوف، برشا منهم خليني نقول باش ما نجمعش، كانوا في الصفوف الاماميه مع الحمايه المدنيه حتى يساهموا في انهم يطفيوا الحرائق. وديجا مجمع التنسيقيات الجهويه العمال الحظاير رفض الاتهامات هذيه وقال اللي هما يعرضوا في حياتهم للخطر باش يدافعوا على باش يطفيوا مع الحمايه المدنيه، معناتها ما يجيش باش نتهموهم اتهامات كيف هكا. هل فما معناها ادله ملموسه معناتها كيفاش صارت الاتهامات هذه؟ اول حاجه الشيء يحفظ ولا يقاس عليه. دونك احنا كيقولوا بعض حراس الغابات احنا ما ننساوش عندنا 5000 حارس تاع غابات، ثم واحد ولا اثنين فيهم شبهات ما نجمش ندخلوا لحراس الغابات كله، هذا مش صحيح. معناتها بالكل وبعيد على الحقيقه ومش نحكم. نزيد نحيي حراس الغابات هذوما اللي قاعدين يقوموا في خدمه كبيره وقاعدين يقدموا في معناتها افور كبير برشا للوطن هذا باش يحميوا الغابات نتاعنا. هذا اللي من بعد تصير حاله ولا حالتين، هذا يصير في كافه الاسلاك، معناتها في سلك الامن نلقاو تصير المشكله، في سلك المعلمين ثم ناس عندهم مشاكل، في سلك الصحفيين ثم ناس عندهم مشاكل، في سلك المحامين ثم ناس عندهم مشاكل، كي تصير مشكله على محامي يقولوا مال المحامين الكل، فهمت؟ هذا كيف كي تصير مشكله يعني على مستوى حارس ولا حارسين تاع غابات على 5000 يظهر لي معناتها حاجه عاديه تجم تصير، واحنا قاعدين نقوموا بالتحقيقات واللي لازم يصير تو يصير. شكرا لك سي عمرت، نرجع لك شويه اخر. حضره العميد، فما في الاونه في الايامات الاولى فما حديث عن انه التدخل للحمايه المدنيه ما كانش بالسرعه وبالنجاعه المطلوبه، ما نعرفش هذا صحيح ولا لا، وإذا كان صحيح علاش؟ بالعكس، احنا عندنا استجابة فورية يوميا تقريبا معدل في الصيف 460 تدخل نجدة وإنقاذ نتلقاهم على خط النجدة 198، منهم تقريبا 25% منهم متعلقين بمجابات الحرائق. عندنا قاعدين نحاولوا برنامج طموح للديوان الوطني للحمايه المدنيه لتقليص اجال التدخل واحداث وحدات جديده للحمايه المدنيه. عملنا البرك، عملنا 2016 عملنا 6 وحدات جديده، ان شاء الله زاد 2 ثم وحدات جديده باش تعزز وتقرب خدمات الحمايه المدنيه من المواطن. ما نظنش اني كان ثم اشكال في الحكايه دي. باهي خليني نفسر لك اكثر. المناطق اللي صارت فيها الحرائق، الجبال اللي صارت فيها الحرائق كانت في مناطق وعره، مش من السهل انه توصل لها الحمايه المدنيه. هذا الكل نعرفه، اللي يعرف عين درهم مليح يعرف انه معناتها فما مناطق صعيب ياسر انه توصل لها اليات ولا توصل لها تراهب ولا كيفاش صار التدخل؟ لقيتوا صعوبه باش تدخلوا؟ ممكن برشا ناس تسال ما تعرفش ان المناطق هذيك صعيبه برشا ما تنجمش توصل لها. تكمل لكلامك، سنه 2016 تم احداث فرقه في مدينه عين درهم، موجوده فرقه نتاع حمايه مدنيه في مدينه عين درهم لتامين تدخلات الاطفاء والانقاذ والاسعاف للمواطنين. يعني صحيح عندنا حتى بعض المناطق على غرار مثلا تامين المزارع صابت الحبوب، ثم مناطق يتم احداث مراكز موسميه فيها بالتنسيق مع الاداره العامه للغابات، كما سنين مثلا حلينا تقريبا من 1 جوان حلينا في تبرسق من ولايه باجه، حلينا في بوسالم وادي مليز من ولايه جندوبه، مراكز هذه موسميه ظرفيه خاصه بالنشاط برك، هذاكش نحسوا رواحنا بعاد احنا كي باش نتوجهوا باش نطفيوا الحرائق الخاصه بالمزارع وتعرف فيسا ما تسرح مع انها كل عام تصير الحرائق هذه. اللي نفهم من كلامك انه فما نقص في المراكز نتاع الحمايه المدنيه في المناطق هذه، مع انه موسميا تصير معناتها تكون عرضه للحرائق. احنا عندنا دراسه قمنا بها، دراسه متعلقه كيف نضمن تدخل ناجع للحمايه المدنيه. سريع. بالضبط سريع، نلقاو ثلاثه محاور لازمنا نخدموا عليهم. يلزمك تقلص اجال التدخل باحداث وحدات جديده للحمايه المدنيه، يلزمك تمشي بالامكانيات الضروريه لمجابهه الحادث اللي باش تمشي له، وكذلك الافراد نتاعك يلزم يكونوا عندهم الكفاءات المهنيه للتدخل. احنا تقريبا عندنا نقص في حوالي 38 وحده جديده للحمايه المدنيه يلزم احداثها، هذه بتصير على مستوى الجمهوريه على مستوى الجمهوريه الكل، هذه بطبيعه بتصير عبر مراحل. السنة الفارطة تقريبا عملنا ستة وحدات،
سنين برمجين ثم وحدات جديده باش تعمل. كل عام عندنا وحدات وعندنا برنامج نتاع تقليص اجل التدخل. السؤال ربما اللي طرح اكثر، علاش ما صارش تدخل بالطيارات؟ الحمايه المدنيه عندها طيارات خصيصا لمجابهه الحرائق ولا لا؟ منظومه مجابهه حرائق الغابات هي منظومه مشتركه. الحمايه المدنيه ما تدخلش وحدها، الحمايه المدنيه تتدخل، عندها تعاون وثيق مع الاداره العامه للغابات، مع الجيش الوطني، مع التجهيز، مع مختلف اللجنه الجهويه وممثلي اللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده. الحمايه المدنيه صحيح ما عندهاش طائرات، الجيش الوطني عنده طائرات اطفاء عموديه وطائرات 630، وقاعد بالتنسيق معنا، عنا تنسيق مع قاعده العمليات للجيش الوطني وعن طريق تدى الاداره العامه للعمليات بوزاره الداخليه وعن طريق قاعده العمليات التابعه لغابات رادس، تنسيق محكم ما بيناتنا في طلب توجيه طائرات الاطفاء، وثم استجابه وتعامل وثيق مع الجيش الوطني في الحكايه دي. في الفتره الاولى نتاع الحرائق شفنا برشا حاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، دي ستاتيو معناها يحكيوا على تدخل طائرات جزائريه لاخماد نيران. احنا طبعا نحن اشقاء مع الجزائر، ويشرفنا معناها ان نكونوا اشقاء مع الدوله هذه، ولكن المجهود كان تونسي صرف، والحمايه المدنيه هي اللي قامت بالتدخل، هي والحرس الوطني والجيش وكل الاطراف، معناها هما اللي ساهموا في، هما اللي طفوا الحرائق هذه. الاخبار هذه هي الحقيقه المتنا، لانه خذيت اكثر من صدى الحكايه في الايام الاولى. الاخبار هذه تنتشر مش اول مره. الحريق الكبير اللي اندلع سنه 96 تقريبا جبل غابه بوقرنين، وقالوا دخل الطائرات الاجنبيه اللي اخمدوا، اني ناكد ما عندنا حتى تدخل اجنبي، الحمد لله معملين على امكانياتنا لمختلف الهياكل المتدخله في مجابهه الكوارث اللي حلت ببلادنا، سواء تساقط ثلوج، سواء فيضانات، سواء حرائق غابات، ما عندنا حتى تدخل اجنبي، لكن احنا بطبيعتنا نبقى كأي دوله من الدول، ما عندناش مشكل في صوره وجود مساعده دوليه نقتضي الامر ذلك، ما عندناش مشكل بالطبيعه. نعم. بالطبيعه. نعم. قيت الدول الكل هي فرنسا دانيال مون طلبت طائرات اطفاء من ايطاليا او من اسبانيا من الاتحاد الاوروبي، وهذا وارد موجود بين الدول. نعم. وارد بين الدول. سي حبيب، نرجع لك سي الحبيب، حكينا قبيله مع سي عمر على اعوان الحراسه، ماذا بينا معطيات دقيقة الأعوان هذوما، قديش عددهم، تعرف أهميتهم في تونس في الفترة هذه كسوسوا في عند اندلاع الحرائق وحتى في مكافحة الإرهاب، هكا ولا لا؟ قاعدين يقوموا بعمل كبير، هل العدد هذايا كافي ولا مش كافي؟ كيفاش يقع توزيعهم؟ كيفاش يخدموا الناس العرضيين هذوما؟ علاش تم التخلي على خدماتهم؟ ماذا بينا نعرفوا أكثر تفاصيل. نعقب شوية على تفضل. عندنا المنظومة كاملة نتاع حماية الغابات من الحرائق. المنظومة هذه أثر أي موسم حريق، معناتها في شهر أكتوبر نوفمبر نقاوموا الموسم المنقضي ونستعدوا للموسم القادم. المنظومة هذه أساسا تم أعمال وقائية كيف ما الطرائد النارية، المسالك الغابية، نقاط المياه، صيانة المعدات، صيانة الوسائل اللاسلكي، هذا أول حاجة. الثاني حاجة عند الحريق يتم إعلان من طرف ابراج المراقبه، عندنا 160 برج مراقبه في تكامل تراب الجمهوريه، والا من طرف حارس الغابات، ونرجع لحراس الغابات، والا من طرف اي مواطن، يتم الاعلام، يعلم اداره الغابات او وحدات الحمايه المدنيه، واول شاحنه عندنا شاحنات 600 لتر اللي اقتنينا منهم قرابه 100 شاحنه جديده منذ سنه 2014 الى يومنا هذا، 100 شاحنه تتدخل بسرعه. عندما لا تستطيع التدخل معناتها بالصفه اللازمه تتدخل معنا وحدات الحمايه المدنيه، وان لزم الامر الجيش الوطني. في الحاله هذه نتاع الحرائق اللي صارت في عين دراهم، كيفاش صارت العمليه؟ كيفاش تدخلتوا؟ هذه اول ما علم عليها حراس الغابات والمواطنين، تم اعلام عليها، دخلت الشاحنات الصغيره اللي عندنا، مع العلم اللي فيها احنا في ولايه جندوبه وحدها عندنا 16 شاحنه صغيره تابعه لاداره الغابات. علاوة عن 9 شاحنات تابعين للحماية المدنية سواء في جندوبة ولا في عين درهم ولا في تبرقة متواجدين، وهذوما أول الإمكانيات اللي دخلت. وقت اللي كبرت الحريق تم الاستعانة
اولا بولايه باجه وقت ما زالت ما شعلتش فيها، سليانه والقروان دخلوا معنا يعني الولايات القريبه باش وبعد وصلنا حتى طلبنا من تونس ومن منوبه ومن بناروس كلهم تدخلوا، نفس الشيء الحمايه المدنيه وصلت نظن حتى لسيدي بوزيد دعمونا القفصه ولا دعمونا، دونك ثم تدعيم كامل. وصلنا في وقت اللي متواجدين اكثر من 64 شاحنه في الشمال الغربي على ذمه 12 13 حريق اللي يشتعلوا يوميا. احنا نقولوا 64 حريق. قداش تطلب من نهار عمليه اخماد النيران في تقريبا اسبوع؟ ما عنديش خمسه ست ايام تمكنا باش نتغلبوا على اكبر الحرائق، وبالفعل لقاو حرائق اللي جاوا بعدها. هذا بالنسبه لحراس الغابات. حراس الغابات على مستوى الجمهوريه عندنا 5150 حارس، ولكن هذوما يحرسوا الغابات، يحرسوا الحدائق الوطنيه، يحرسوا المنابت الغابيه، يحرسوا جميع معناتها المنشات، ويشتغلون هناك منهم حراس اللي يشتغلوا في الصحراء، ونحب نحييهم اللي متواجدين حاليا في اكبر حدائق وطنيه اللي عندنا احنا كيف حديقه جبيل والا تغومس اللي متواجدين في الجنوب التونسي. هذا العمل نتاعهم الدؤوب، اولا حراسه المناطق الصحراويه والغابيه وسباسب الحرفه، جميع المنظومات اللي متواجده الطبيعيه في بلادنا، هذه الدور نتاعهم. كذلك هم ناس عندما يشاهدون معناتها اي اعتداء على الغابه يتم الاعلام حول الاعتداء على الغابه، هذه المهمه الرسميه نتاعهم هما. وهناك حراس بمعدل 3 حراس في اليوم و3 حراس في الليل على مده 5 اشهر في ابراج المراقبه، يتم اي مشاهده دخان موجود داخل الغابه يتم اعلام الاعلام فور. هذا هو معناتها الدور نتاعهم اللي يكون موجود. الاعوان العرضيين اللي تم تخلي على خدماتهم بالنسبه للاعوان الحظائر مش عرضيين، اعوان الحظائر احنا البيجي نتاع الاداره العامه للغابات قرابه 69 مليون دينار يخصص 55 مليون دينار لتشغيل العمله، وهذوما سموهم عماله الحظائر 55. الدور نتاعهم ماذا يتمثل الدور نتاعهم في قيام باشغال مثل انتاج المشاتل، واحنا ننجو ما بين 20 و40 مليون مشتلة سنويا، يتم للغراسة لقطع الأشجار لصيانة المسالك لصيانة الطرائد النارية، هذه الأعمال نتاعهم هما. وحاليا كيف ما اليوم نلاحظوا في برقو معناتها الناس اللي وزعناهم ومعهم الحظيرة باش يديتكتيو أي نار جديدة ويعلموا عليها في الإبان، وهذوما معناتها ولات حراسة فعلية للغابات، هما أعوان حظائر وكل شيء. الإشكالية نتاعنا احنا نشغلوا في ناس اكثر من الجهد نتاعنا احنا، 55 مليون ما تنجم تشغل، بالفعل كان 9 مليون فقط، ولكن نشغلوا في 7 ملايين، لذلك شيقه يقع نقسموهم نصف الشهر يخدم شخص والنصف الشهر الاخر يخدم شخص يعني آخر. بالتناوب. ولنا الاشكاليه اللي تقع بالنسبه، يقول لك انا نخدم 15 يوم ونرتاح 15 يوم، هذا ما يساعدنيش، في بعض المناطق نوصلوا ما دام الطلبات نتاع الشغل خدموه اسبوع ويرتاح 3 اسابيع. وهذا الاشكال اللي عندنا، وهذا اللي مشكوك انه وقت ترتحوا 3 شهور والا نحيته من الواحد يقول لك هو عنده رده فعل. هذه بون الامن تو مش يذكروا، ولكن كيف ما قلنا 17000 مازالت هي التحقيقات 17000 ومنهم العدد القليل 4 5 6 من الناس، معناتها هذا ماهيش حاجه اللي باش تضر هذا الكور كامل اللي احنا نحترموه ونتعاملوا به. نفس الشيء بالنسبه لحراس الغابات، تم ايقاف حارس واحد لم يتم ايقافه لانه اشعل النار. هناك احنا وقت اللي قاعدين نطفيو هناك انسبكسيون من الامن وانسبكسيون من وزاره الفلاحه، اسكو الناس هذوما قاعدين يعسوا قاعدين يخدموا كل شيء. الانسبكسيون لاحظت انه حارس مش موجود، تم ايقافه عن العمل. مش تعدى على الكونسي دو ديسيبلين، عمرنا ما شدينا حارس، وهذوما نحب نعاود نحييهم، عمرنا ما شدينا حارس قاعد يشعل في النار. سي عمر عندك ما تضيف فيما يتعلق بوضعيه العمال هذوما عمال الحظائر ولا لا؟ هو لانه فما حديث عن انه وقع التخلي عليهم لعدم تسويه وضعيتهم. هو الدوسي هذا نتاع يعني الملف نتاع عمال الحظائر ملف عند رئاسه الحكومه قاعدين يدرسوا فيه، لكن ناكدوا عليه اللي احنا سواء الحراس الغابات ولا حمال الحظائر كلهم احترام كبير، قاعد يخدموا في خدمه كبيره ويقدموا فيها، وهذا معناتها مش باهي بالمرات بالانفلات الاعلامي مرات اللي يتم يتولي يعني اتهامات للحراس الغابات الكل ولا حاجه. كما قال توا سي حبيب معناتها واحد برك واحد على خاطر الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، كما قلت لك الشاذ يحفظ كما قبيله، فهمت؟ دونك هذا مهم باش
نحييهم ونحييو الخدمه اللي قاعدين والعمل اللي قاعدين يقوموا به، ونحييو زاد عمال الغابات والاعوان الغابات الكل خاطر قاعدين بما يقوموا بعمل شيق جدا وعمل متعب وعمل يقدموا في يعني افور كبير للبلاد ولتونس باش يحميوها الثروه الغابيه نتاعنا اللي لازمنا الكل نحافظوا عليها. وان شاء الله احنا عندنا برنامج طموح سنه لتسجير يعني مساحات كبيره من الغابات باش نجموا نعوضوا الخساره اللي صارت لنا سنه. ان شاء الله المواطنين الكل المجتمع المدني يدرج معنا، وهذا نداء يعني للمجتمع المدني للمواطنين باش يدرجوا معنا في الحمله الكبيره اللي ان شاء الله تبدا بدايه من عيد الشجره، حمله كبيره لتسجير الغابات فهمت في اللي تونس اللي تحرقت اللي خاطر ما نجموش هما بيدهم نشجروهم، ما يشجروا بلايص اخرى خاطر كما تعرف ثم نقطه اخرى بربي نحب ناكد عليها وخاطر دوله برشا ونحب نوضحها. يقولوا اللي مرات هالغابات هذه نحرقوها باش نعملوا بها، يحرقوها عباد باش يعملوا بها الحطب، وعلى خاطر كانوا بها الحطب الفحم اكسترا. هذا اللي نحب انك حتى العباد الغابات اللي تتحرق الاداره العامه للغابات بالاعوان نتاعها يدوروا بالشجره بالشجره ويقمروا ان هما الجر اللي باش يتباعوا، هذه مهم ولا هو الجر باش يتقصوا، معناتها راهو مش على خاطر تحرقت الغابه باش نسلموا فيها وفهمت، هذا مهم برشا وثم عمل كبير وهكا علاش يقعدوا مرات برشا باش الغابات، ثم غابات تحرقت توا عندها عامين وتوا ما عندها ما تبعت، علاش خاطر لحد الان قاعدين يعملوا في الانفونتير نتاعها، هذا مهم برشا يتم الانفونتير ويمركيو الشجر الكل تمرك هي الشجر اللي باش تقص، وراهو بقدر ربي برشا من الغابات هذوما باش يتم يعني الرجوع نتاعهم من الحاله الطبيعيه، يكون في ظرف 3-4 سنوات ينجموا يرجعوا معناتها طبيعيا لل تقريبا ثم غابات ما يرجعوش كما غابات نتاع البندق، معناتها هذوك ما يجبوش، اما الغابات نتاع الفلين الغابات نتاع الكلاتوس الغابات نتاع الصنوبر الحلبي كلهم ثم ريجينيراسيون ناتوريل تصير يعني طبيعيا يعاودوا ينجموا يرجعوا. الخساره معناتها اقتصاديا نحكي للثروه الغابيه هذه تقريبا قداش قيمتوها ولا؟ كي تحسب 3000 هكتار تحسب 3000 هكتار في على الاقل في ال 10000 دينار الهكتار عندك على الاقل ما بين 30 قول ما بين 30 و 40 مليون دينار على الاقل حاجه، اما الخساره ما نحسبوش شكرا الخساره 40 مليون دينار مليون خساره الحرائق، اما الخساره اكثر هنا اكثر برشا تعرف علاش، خاطر الغابات هذوما هما يعني الرويري نتاع تونس، معناتها مهم برشا باش المحافظه على ينقصوا من الانحباس الحراري اللي هو موجود، ينقصوا من السي او 2 اللي هو معناتها اللي هو ثاني اكسيد الكربون اللي هو يعني غاز يعني يعمل الانحباس الحراري ينقصوا منه هو برشا، يعني المنظر الخلابي يخاف زاد على التربه، يعني الفونكسيون اللي يعملوا فيهم الغابات مهمين برشا ولازم نحافظوا عليهم، مش حتى كمعناتها نحسبوهم كقيمه ماديه اكهو، عندهم قيمه معناتها ايكولوجيه كبيره برشا وعندهم قيمه على المحافظه على التربه والمحافظه على المناخ نتاعنا اللي ما نجموش نقيموها، اللي يمكن كان نقيموها هكاك باش يوليو مئات يعني ملايين من الدنانير اللي خسرناهم، وهذا علاش ناكدوا اللي لازمنا نحافظوا على الغابات نتاعنا، وقلت لكم باش نقوموا ان شاء الله في نوفمبر الجاي بحمله كبيره نتاع تسجيل الغابات، وانا نداء للمجتمع المدني نداء للمواطنين نتاعنا كل باش يتشاركوا معنا ويشاركونا في الحمله هذه ان شاء الله اللي باش نقوموا بها. سريعا بعد سلسله الحرائق هذه اللي في ظرف اسبوع كما قلت خلفت خسائر كبيره ماديه، الاجراءات اللي خذتهم الحكومه واللي ناويه باش تاخذهم على المدى في المستقبل كما نقول على مستوى هذا على مستوى التدخلات، راهو الحكومه حطت كل ما في وسعها، ونحب من حمايه مدنيه من جيش من امن وطني من الغابات باش نجموا معناتها ناخذ باغ اكزومبل في عين دراهم برك، في عين دراهم برك ثم 500 عامل كان يطفي في الحرائق في الوقت اللي شالوا الحرائق، ثم 20 آلة نتاع مطافي، ثم جبنا 8 آلات كاسحة تخدم باش نجموا نحميوا المناطق هذوما وباش نجموا نطفيوا النار اللي شعلت. الجيش الوطني زاد تدخل بالطائرات وبالليكوبتير تدخل باش ينجم، وتوا قاعد اليوم الصباح برك تدخل في سريانة، وان شاء الله غدوة الصباح زاد يعاود يدخل يعني في سريانة وفي زغوين، الحمد لله الوضع الان تاعني براتيكمون تحت السيطرة باش ينجم يطفي الحرائق هذوما وقاعد يقوم بهم. الخطة المستقبلية هذا في ظل الانحباس الحراري لازمنا يظهر لي نظرة جديدة نتم لتدفئة الحرائق هذوما، لازم يولي عندنا كور انديبوندون معناتها يكون موجود في الإدارة العامة الغابات يتلهي كانش بالتدفئة نتاع الحرائق، هذا معناتها مهم باش يتم الشيء هذا على خاطر مازلنا لحد الان الامكانيات اللي موضوعه على ذمه الاداره العامه للغابات امكانيات، صحيح احنا خذينا 100 معناتها اله ب 600 ايتر، خذينا توا 40 اله جديده ب 3000 و4000 ايتر، مهمين هذوما باش يعاضوا المجهود، ما لازم هو خطه متكامله كلها فيها الاليات، وان شاء الله مع رئيس الحكومه باش نقفوا معناتها باش يصير ان شاء الله في قانون ماليه جديد يعني الاستثمارات اللازمه ل
تنجم الإدارة العامة الغابات تولي عندها يعني الإمكانيات اللازمة باش تنجم تقاوم الحرائق هذوما بالنجاعة المطلوبة. وما نساوي زادة راهو الوضع استثنائي جدا وماناش في تونس مش وحدها، حكيت قبيلة على العالم كامل اللي داير بينا هذوما كيفاش الحرائق كبيرة ياسر وعندهم إمكانيات قدنا 10 مرات ووحلوا برشا باش ينجموا مع ذلك معناتها كيما قلت البرتغال 60 ألف يعني هكتار و64 معناتها ميت معناتها فريمون شيفر معناتها مهول جدا. والحمد لله احنا في تونس نجمنا نسيطروا على الوضع وباش نواصلوا توا لازم اليقظه تقعد من هنا حتى شهر سبتمبر لينا وقتها كي تصب الامطار ويحط تنقص شويه الحده نتاع الحرائق هذوما ان شاء الله. سي حبيب تحب تضيف حاجه تفضل. هو تكمل الموضوع بون الملف الكبير اللي عندنا حاليا هو مراجعه مجله الغابات كيف ما يعرف سي عمر، هو كانت الاسبوع الفارط قبل ما يشعلوا الحرائق في بالنا باش نناقشوا مجله الغابات ونبعثوها لرئاسه الحكومه وبعد نحلوها على مجلس النواب ان شاء الله. جات موجه الحرائق وخرنا هذه باسبوع ولا ب 10 ايام، هذه معناتها من احدى الملفات. ثم جلسه يوم 20 جويلية حول اعاده هيكله الاداره العامه للغابات اللي اصبح الديوان الوطني للغابات والمراعي ومقاومه التصحر، هذه معناتها الفكره الاخرى. ثم الموضوع الثالث هو عندنا مشروع كبير اللي يخص الثلاثه معتمديات ولا الاربعه معتمديات هذوما خاصه سجنان نبذه عين دراهم ومعتمديات اخرين في كامل تراب الجمهوريه، وفيهم برنامج كبير برنامج غابي ولكن ايضا برنامج فلاحي نجم نتكلم عليه سي عمر زاد كيف كيف. دونك هذوما عندنا البرامج كيف كيف حاليا نسعى على القوانين الاساسيه سواء لحراس الغابات ولا لاعوان الغابات باش نمكنوا من اكثر مش امتيازات طمأنينة طمأنينة باش نجموا يباتوا في الغابة ويكونوا متهنين على رواحهم وعلى عائلتهم. نقطة على مجلة الغابات الأهمية نتاعها معناتها هو المشكلة نتاع المجلة نتاع الغابات هي مجلة ياسر حمائية، يعني المواطنين اللي يعيشوا في الغابات ما ثماش مقاربة الشركية ليهم، معناتها هم ما نجموش يستغلوا الثروة اللي يعيشوا فيها، وهذا نحبوا احنا في نطاق الفصل 18 خاصة وتنقيحه يوليوا المواطنين اللي يعيشوا في الغابات عندهم الحق نتاع الانتفاع نتاع الغابة ونجموا احنا كي نعملوا بتات يعني ونعملوا ديزابيل دوفر نجموا يشاركوا فيها ونجموا 20% ولا نقولوا 30% من البتات اللي تصير ياخذوها المواطنين المتساكنين اللي باش يتجمعوا في إطار تجمعات يعني في إطار دي جي دي آ في إطار تجمعات نتاع فلاحين ولا تجمعات نتاع مواطنين باش ينجموا يستغلوا الثروة اللي هما عايشين فيها. هذه مهمة برشا النقطة هذه باش نجموا معناتها وحتى في إطار اللازمات يعني توا ما نعرفش تاخذ عندنا برشا معناتها دي بارك حلوين كيما الفيجة في جندوبة ما فيش حتى بيفات معناتها علاش خاطر القانون الحالي معناتها صعيب نتاع اللازمات نحبوا نسهلوه زادة باش نجموا نعملوا معناتها دي بارك ويكون فيهم الخواص يشارك معنا فيهم وبيان سور نعملوا له شروط باش ينجم يستغل يعني الغابات هذوما ويستغل معناتها الشيء هذا في إطار القانون ترجع بالفايدة على السكان وعلى البيوت ولا حتى اللي باش يمشي ويتفرغ الغابات يعني وتخلق حتى مواطن شغل مواطن شغل وهذا معناتها قاعدين ندور فيه ان شاء الله باش نقدموا المشروع هذا ان شاء الله للمجلس النواب الشعب من هنا لاخر سنه 2017. قبل ما نجيك حضره العميد انا بودي نشوفوا الناس اللي تضرت منازلهم والناس اللي متى كانوا في الصف الامامي هو المتضررين الاكثر من سلسله الحرائق، نسمعوهم شنو ما قالوا ونكملوا نحكي. تفضل. هي توها النار هذيا راهي تقل في قلوبنا و رزقنا وقعدنا من الرب ولا ريت حرقت هذيا الموجوده هذه داري انا في التبينيه وهذيا دار نسيبها وزاد عاود لها نفس الشيء باش تزيد تكمل تتحرق وما طلع عليا بشر. الاضرار ضرتني برشا انا في الثانيه دخلت لي النار الثانيه ضرتني برشا الدار تحرقت ها قدامكم ها يعني ها عين ما كينشو هربت كان بالروح كي هكا انا وزوج صغار. الحمايه نحن معاهم نرمي رواحنا نحن قبل قايمين بواجباتهم، الحمايه هكا حدهم طابوا ما عادش فيهم قايمين بواجباتهم. احنا وعيشنا كلهم قاعد وغادي خسرنا كل شيء هم اللي جبناه ما عاد نجبد غوراق ياكو كل شيء قعد غادي وعيشنا كلهم يمشوا ما جبنا حد شيء فرد فليش هاكو هم ولادنا عفايه. لحد الان في خطر ناس هار بديار فارغه مسكره وزر تبكي ونحن طابين جبل لا عندنا طرقات لا عندنا حتى شيء الماء الناس عطاش الناس الحمايه المدنيه بنجيبوا له دبوزه ماء يشربوها ما لقيناهاش هاك تشوف فيها يدي انا محروق دحمنا على النار نطفو بها وباش نطفو.
حضرة العميد كنت تشوفوا معنا في الشهادات نتاع المواطنين اللي ضرت منزلهم من الحرائق، ربكم انتم ما تعاينتوهم مباشرة، شنو ما الحالات اللي عاينتوها؟ المواطنين قدموا لكم برشا عون، ومش غريب على اهالي شمال الغربي ولا اهالي اللي الناس هذوما اللي يسكنوا في المناطق الجبلية، مش غريب عليهم اكيد. احنا الأولوية نتاع التدخل نتاعنا في مجابات حريق بمساحات غابية هي تأمين التجمعات السكنية. العنصر البشري حاجة رئيسية بالنسبة لنا احنا، والحمد لله وفقنا ربي بمشاركة مختلف الهيكل المعنية وما سجلناش حتى إصابات. كما قال سيد كاتب الدولة 23 منزل تقريبا للضر، تضرر تقريب بعض الأراضي الفلاحية، محاصيل زراعية ومحاصيل زراعية وبعض الثروة الحيوانية، وضايا إن شاء الله يتم التعويض نتاعهم. بالنسبة للمواطنين، شكر كبير برشا لكافة مكونات المجتمع المدني، خاصة لأهالي الولايات بنزرت، باجة، جندوبة، القصرين وغيرهم من كافة التجمعات السكنية المتاخمة للمناطق الغابية، والحمد لله ما لقينا صعوبات كبيرة برشا في الاستجابة نتاعهم لطلبات الإخلاء من الديار نتاعهم. خرجوا وضايا مما مكننا من حماية الأرواح نتاعهم وتفادي وقوع خسائر بشرية. حاجة أخرى، المواطنين كلهم تقريبا عاونوا الحماية المدنية بقدر المستطاع، خاصة في عمليات التبريد والمراقبة بعد أخماد النيران، عاونونا برشا، موجودين غديكا، جابونا المساعدات، هزونا المورال، وهذا هو الحاجه الاساس والحاجه اللي معناتها في حاجه لها عون الحمايه المدنيه، خاصه كي يبدا معدي اسبوع بعيد على العائله نتاعو. والحمد لله كما قلت لك وفقنا ربي، ما سجلناش اصابات بشريه. كيف بالنسبه للحرائق توا اللي شاده في سليانه، ان شاء الله في الساعات القادمه نجموا نتغلبوا عليها، والحمد لله الى حد الان ما عندناش اضرار بشريه. نعم، نحب نرجع لنقطه الصعوبه نتاع المناطق هذيك، كيفاش نجمتوا تدخلوا لها، كيفاش نجمتوا توصلوا لها المناطق هذيك، المناطق الجبليه، باش تطفيوا الحرائق؟ احنا بالنسبه للحرائق الغابات عباره حرب بالنسبه لنا، يتم الاستعداد لها وقت السلم. هو حتى الثلوج عباره حرب. يتم حتى الثلوج عباره حرب. يتم الاستعداد لها وقت السلم. كل كارثه طبيعيه راهي حرب. احنا عندنا برنامج بالتنسيق مع الاداره العامه للغابات، زيارات ميدانيه لكافه المناطق الغابيه. يعني في رق تدخل نتاعنا تعرف تقريبا الغابه جبل جبل. تعرف التجمعات السكنيه، وتعرف النقاط الخطره، وتعرف النقاط التزود بالمياه. هذا الكل كي يدربوا عليه، ونقوموا حتى بعمليات بيضاء تطبيقيه. وهذا يسهل برشا الامور. يسهل برشا الامور، خاصه في وضع خطه لمجابات حرائق الغابات بكيفيه محاصره الحريق، الحد من الانتشار نتاعه، وحمايه التجمعات السكنيه. والحمد لله الى حد الان موفقين بشكل كبير برشا، خاصه من حيث الحرفيه بتاع المتدخلين في المجال هذا. نسأل سؤالي بطريقة أخرى، الحماية المدنية من حيث العدد والعتاد كافي لمجابهة مثل هذه الحرائق؟ في الواقع ثم دعم متواصل هو من سلطة الإشراف. عندنا اقتناءات جديدة، عندنا تجديد للأسطول نتاعنا. توا اللي موجود توا كافي ولا مش كافي؟ كل سواء من ناحية الأعوان وإلا حتى العتاد. لانه معناتها اعتبارا لتعدد التدخلات نتاعنا، عندنا زياده سنويا تقريبا 8000 طلب نجده وانقاذ كل عام. امام تنوع المخاطر هذه، امام التواتر نتاعها، قبل تقريبا كان عندنا فيضانات كل 10 سنين، توا تقريبا كل عام ولات عندنا فيضانات، تستهلك برشا امكانيات بشريه وماديه. عندنا نقص كبير في عدد الافراد، كما قلت لك عندنا هذا هو اللي حبيت. بالنسبه للديوان الوطني للحمايه المدنيه عنده برنامج طموح لتقليص اجال التدخل واحداث وحدات جديده، وهذه تتطلب امكانيات بشريه هامه، يلزمنا دعم كبير في المجال هذايا. كذلك امكانيات نتاعنا ناقصه، خاصه في مجال شاحنات الاطفاء. شاحنات الاطفاء عندنا نقص كبير، عندنا كذلك نقص في الوسائل الخصوصيه للتدخل على غرار شاحنات السلم الميكانيكي، شاحنات الناشله، شاحنات مجابهه الاخطار التكنولوجيه. وتعرف اللي انت عون نجده وانقاذ بدون هذه الوسائل اكيد ما ينجم نعمل حتى شيء، لا نضمن نجاح للتدخلات نتاعنا. اكيد اكيد. سي الحبيب، اذا
بالارقام قلنا فما حكيت 2000 هكتار تضروا من الحرائق هذه. شفت المواطنين كيفاش يحكيوا على ديارهم، انتم بالملموس شفتوا الحرائق هذه وما زالت فما كما نقولوا خذيتوا احتياطاتكم لعدم تكرر الحرائق هذه البارح في سليانة وفي القروان اليوم هكا، فما إمكانية أنه فما مناطق أخرى متى تندلع فيها حرائق لا قدر الله ديما نقول؟ احنا بالنسبة للمناطق السكنية الكل زرناها هذه نعرفوها، وسيد كاتب دولة كنا مع بعضنا ومشينا أكثر المنطقة اللي شفناها الأخميرية اللي فيها 14 منزل أكثر من نصف العدد وتحولنا على المنطقة ولاحظنا الإشكالية هذه متاع المنطقة هذه، ثم الأراضي متاع حموم الفلاحية تضرت بعض الغراسات ونفس الشيء المنازل، وأن نحكي من الجانب الفلاحي والغابي. بالنسبة للجانب الفلاحي هما تواوين السكان هذوما اللي أجلتوهم من المناطق رجعوا لمنازلهم، رجعوا لمنازلهم، رجعوا لديار مهيئة منازلهم باش يرجعوا لها بعد الحرائق هذيا ولا ما تحرقتش؟ والناس اللي تحرقت منازلها شفنا تصاور تاع منازل محروقة اللي في جندوبة اللي في جندوبه مازالوا ما رجعوش، هما الساكنين قاربهم الكثريه نتاعهم وتو قاعدين ان شاء الله هيئوا لهم باش يبداوا يهيئوا لهم تتكفل الدوله انه تعاود تهيئ لهم المنازل نتاعها باش يرجعوا لهم، يا ثم تعويض يهيئوا لهم يعني تعويض مادي والا الدوله تكفل. هذا هو واضح. بالنسبه للاضرار الفلاحيه كما تعرف احنا في المنطقه تاع عين دراهم عندنا العديد من المشاريع، ثم مشاريع وزاره الفلاحه اللي متمثله في مشاريع الاداره العامه للغابات ومشاريع ديوان تنميه الغابات بالشمال الغربي، هذو مزوز مشاريع المتدخلين ندخلوا مع كافه السكان الغابات، اولا تشجيعهم على تعاطي فلاحه جبليه معناتها فلاحه صغرى، وهذا نجموا من هنا لشهر اكتوبر نوفمبر نزودوهم بالاشجار بتاع الزيتون، نجموا نغرسوا لهم احنا ونجموا نعوضوا لهم هذا عندنا برنامج كبير في مجال الزيتين. نفس الشيء بالنسبه للبيوت النحل نجموا نعوضوا لهم معناتها في اطار المشاريع هذوما يتم تسجيلهم ويتعداوا على طرف معناتها السلطه المحليه واللي يكونوا معروفين شكونهم ونجموا معناتها نزودوهم بالبيوت النحل اللي ضاعوا عليهم، هذا معناتها ما ثم حتى اشكاليه. بالنسبه للغابات الحرائق ديما متواصله وحاليا معناتها لو ريسك نيبا زيرو من هنا لاخر شهر حتى للشهر يعني سبتمبر. حبيت نقول لك انا بالنظر للحرائق هذه وخاصه فما شبهات وانه فما تورط اشخاص في افتعال الحرائق هذه، فماشي اجراءات استثنائيه خذيتوها لمنع حدوثها في مناطق اخرى مثلا؟ احنا دعمنا الحراسه حاليا بكافه الغابات الجمهوريه التونسيه، مكنا الدوائر الغابيه من امكانيه معناتها تعزيز الحراسه وحراس جدد يكون مش منتدين ولكن ناخذهم عن طريق الحظائر حاليا يشتغلوا في الحراسه ويتبادلوا على بعضهم. نسبه معناتها الاحتياط كبرى سواء في على مستوى الابراج المراقبه وخاصه خلال الذروه ما بين ال11 وال4 نتاع العشيه، هذيك الذروه نتاع اشتعال الحرائق تكون كافه السيارات اللي متواجده في المندوبيات الجهويه يكونوا على عين الميدان، معناتها هذا معناتها تدخل بدورات يشوفوا يراقبوا والمراقبه هذا اكثر حاجه اللي كانت موجوده. كذلك الاسبوع هذا دعمنا الاسطول نتاعنا هو ستان مارشي، عنده اكثر من 8 اشهر عندنا 40 شاحنه مازالوا كيوصلوا موجودين تو حاليا معناتها خرجوا حتى من شو اسمه الميناء وسيتم توزيعهم على ال 14 ولايه اللي فيها اكثر اضرار من الحرائق ولا ريسك اكثر من الحرائق. يعني كاجراءات باش تمنعوا او باش تدخلوا بشكل اسرع من الوقائيه. نفس الشيء لمده نهارين قمنا بجلسه تقييميه لكل العمليات اللي قمنا فيها خلال الاسبوع مع اربع دوائر غابيه جندوبه عين دراهم باجه وبنزرت، درسنا الوضع كيفاش تدخلنا شنو هما الايجابيات نتاع العمليات نتاعنا احنا شنو هما السلبيات نفس الشيء اللي لقيناهم. شنو هما السلبيات؟ الايجابيات ديما احنا نفرحوا لهم، اما السلبيات هما اللي هنا باش نصلحوهم. السلبيات مثلا اليوم عندنا عوان اللي ثلاثة ايام مازالوا على الميدان وما لقيناش كيفاش نعوضوهم. هذا نقص على مستوى الاعوان. نقص على مستوى الاعوان ولكن زاد كيف مشينا فولونتاريا بكلنا هبطنا. ما قريناش الحساب ان العمليه مش تدوم اسبوع ولا 10 ايام، هذه ما قريناش حسابها كالعاده قلنا النهار نهارين تو نطفيوها من بعد ذيك نرتاح وبعد نربرو العمل العادي نتاعنا. كان حجم الحرائق اكبر. ثانيا معرفه المناطق.
راهو حارس ولا اثنين يعرفوا المناطق، المسالك هذه الحمايه المدنيه ولا المهندس نتاع الغابات ما يعرفش المنطقه. هما في العاده يكونوا من السكان اللي موجودين غاديك لانهم يعرفوها بالكلام. ولكن الانسان هذاك لازمنا ماذا بينا زوج ثلاثه من هو اللي يعرف المنطقه، مش واحد برك، ما ناخذوش مربوطين بواحد برك، هو اللي يورينا المسالك منين ندخلوا نتسائلوا، اليوم نطفيو في جبل برق ولنا وبعد نتسائلوا لازمنا نرجع للسلطه المحليه وحارس الغابات. ثماشي دوار ورا الجبل كما قال سي صالح، تماشي دوار باش نخمو في الدوار هذاك سي جامي وصل له النار موجود ولا. انا وقت اللي نطلع فريق نتاعنا احنا معناتها عندنا فريق من تونس ولا فريق من منطقه اخرى من باجه جا باش يساعد سليان ما يعرفش، لازم شكون يدلوا هذا. ثانيا لازم نكونوا نعرفوا الناس اللي خدمت قبل ومازالوا يتعاملوا في اداره الغابات اللي خدموا كلهم في سجنان، لازم ان ليستينغ نتاع الهيستوريك. مثلا خذينا الشخص اللي عنده عامين كان يخدم في سجنان وتحول للسليانة دونك خدم سجنان لمده 10 سنوات يعرفنا، رجعنا له فلان قلنا له فلان في سليانة لازمنا نمشيو نجيبوه باش يعوض زميله اللي الحالي ويعرف المنطقه كيف كيف. في باجه نفس الشيء، معناتها هذوما الاخطاء ما كناش احنا نتصوروه باش يقعوا لنا، خاطر عمرنا ما تواصل حريق في معتمديه واحده لسته ايام ما جراتش سابقا. اي شنو هو الحل باش معناتها نتفاداو الاخطاء هذوما؟ لانه بصراحه انت تحكي معي كاني انا قدام طرق بدائيه، معناها ما نعرفش شنو كيف معناتها انه تجيب حد خدم في سجن، معناتها العدد قليل برشا نتاع الاعوان، شنو هو الحل معناتها اذا كان الدوله مش قادره وانه تنتدب اعوان جدد؟ هذا اللي فهمته قبيله من كلامك. لا مش الانتداب، هو المعرفه الميدانيه، المعرفه الميدانيه نحن كيفاش الهيكله نتاع الغابات على المستوى الوطني، اداره عامه للغابات تابعه لوزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري، فيها جميع المصالح بما فيها اداره حمايه الغابات. اداره حمايه الغابات هذيك مختصه، عندنا مركز وطني متواجد في رادس اللي عد، وعلى مستوى الجهوي الدوائر الغابيه تابعه للمندوبيات الجهويه، وعلى المستوى المحلي عندنا مركز غابات، رئيس مركز غابات واحد، تجرب تعمل زوز رؤساء مراكز. والاعوان معناتها والاعوان اللي يقوموا بالحراسه لا هذوك حراس. نحكيو احنا كمهندسين والا كفنيين هم اللي يقودوا العمليه. شخص يتغيب شخص هذاك معناتها الشخص هذاك هو اللي يعرف الميدان كامل بالحراس نتاعه هو. هو اللي يدلكم في حال هو اللي يدلنا في الحالات هذاك ويعرف المنطقه وقداش عنده متساكنين وين متساكنين نعرفهم بالاسماء. معناتها يعرفوا عائلة فلان عائلة فلان عائلة فلان هذا السيد هذاك بعد بعد 24 28 78 ساعة مش يتعب اكيد لازمنا نعوضوا. كيف باش كون تعوضوا؟ ها؟ باش كون تعوضوا؟ هذه أول مرة اللي وقعت لنا، الشوقانة عادة يعوضوا زميله آخر باش يقوم بالإجراءات الروتينية. كيفاش خممتوا كحل معناها؟ لقينا شكون خدم سابقا وهذه أول مرة تقع لنا، مشينا رجعنا لسليانة رجعنا للقفصة رجعنا لتوزر اللي سابقا خدموا في المناطق هذيك في المناطق هذيك ورجعنا شي ياخذوا ريليف على سيد هذا. هذوما اللي لسونتيري الصعوبات اللي صارت هذوما الصعوبات اللي تعرضنا لها فهمتني، ولازمنا دائما انسان اللي يعرف المنطقه وينجم يدلنا ويورينا. وفي العاده يكون ولد المنطقه هذيك ولا لا؟ جنرال مو عاده مش بالضروره. سي عمر اذا بعد اسبوع من الحرائق هذه ان شاء الله الحريق نتاع سليانة يقع التغلب عليه في الساعات القادمه. سمعنا في ندوه صحفيه حديث عن انه فرضيه العمليات الارهابيه ما زالت مستبعده ولكن تقعد قائمه. انتم الفرضيه هذه كاداره الغابات كوزاره الفلاحه حكيتوا فيها ولا لا؟ فما امكانيه وانه فما بعض الحرائق مربوطه بالارهاب والا لا مربوطه بعمليه شغب؟ نحكيش على الحاجات الاخرى. والله السؤال هذا هو من اختصاص اكثر وزاره الداخليه وزاره العدل معناتها. اي ولكن الغابات تعنيكم انتم؟ تعنينا غايه التحقيق والواحد من بعد يقوم به وزاره الداخليه. لا الفرضيه قلت لك قائمه ولا الفرضيه قائمه باقيه طول كل الفرضيه تاعنا قائمه، احنا ما نلغيو حتى فرضيه، نشوفوا الفرضيه الكل نتعاملوا معاهم، الفرضيه نتاع العمل المتعمد يظهر لي موجوده وقع ثار ايقافات وثم تحقيقات وثم احاله على العداله قاعدين نتبعوا وقاعدين يتبعوا في الفرضيه الكل معناتها التجمع الكل موجوده، لذلك لازمنا نتعاملوا احنا ناكدوا اللي كل ما تصير حريق لازمنا نخبروا عليه في ساحنا. عندنا قال قبيله راهو حاجه مهمه، قال عندنا 160 برج مراقبه، راهو علاش 160؟ مش على خاطر 160 هذوما يسمحوا لنا باش نراقبوا
غابه التونسيه الكل معناتها من البرج المراقبه والبرج المراقبه اللي بحذاه الغابه التونسيه الكل مراقبه ب 160 هذوما برج مراقبه اللي موجودين معناتها عندنا مسح كامل نتاع الغابات الكل بال 160 برج مراقبه واللي في فصل هنا الخمسه اشهر هذوما السخان يقعدوا 24 ساعه على 24 ساعه العباد في حاله يقظه في حاله يقظه معناتها التامه باش ينجموا معناتها في كل يبلغوا في ساعه على الحريق هذا اما المشكل راهو مرات اللي صعب العمليه هذا هو الحراره المرتفعه واللي قاعد تو عندنا جمعتين راهو الدنيا ما حبش تبرد معناتها سخانه ممكن غدوه فما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غدوه برتيري غدوه من غدوه باش تبرد شويه الدنيا انخفاض درجه الحراره وباش تسهل ان شاء الله العمليات هذوما نتاع الاطفاء والاهداء ما ناكدوا عليه اللي راهو جميع الامكانيات حطيناها باش نجموا نسيطروا على الوضع هذا اللي كان وضع صعيب برشا وكان ما كان سهل بكل باش نجموا نسيطروا في هالسخانه هذه الكبيره والريح والواحد اللي تم. نعم قبيله سالت سي حبيب قلت له على المدى البعيد شنو ممكن الاحتياطات اللي تاخذوها وانتم في جلسات متواصله حتى تتجنبوا تكرر هذه هو الحرائق. هو شو هو ثم مشكله زياده راهو نتاع امكانيات بصفه عامه الامكانيات اللي تحطت السنوات لكل الاداره العامه للغابات تجم تقوم بالعمل نتاعها انت لازم ان شاء الله في المشروع الميزانيه الجديده تم رصد معناتها ميزانيه اكثر للاداره العامه للغابات باش تجم تقوم نعطي اكزامبل برك احنا عندنا 8000 كيلومتر نتاع دي بيست مسالك مسالك غابي 8000 كيلومتر هذوما كان تحب باش نوريك معناتها باش تجم تعاود تهيئ الكيلومتر ب 100000 دينار 8000 كيلومتر تكلفوا 800 مليون دينار ما نجموش نقولوا باش نعمل ما نحكي لك معناتها راهو ثم مشكل نتاع امكانيات ولازمنا نعطيو الامكانيات الاداره العامه للغابات باش تنجم تقاوم الشيء هذا زاد نقطه مهمه صحيح احنا تونس رانا مشكل هذا سامح لي تطرح حتى نذكر وقت اللي صارت ثلوج في ثلوج في الشتاء كي ثلوج راهو خذاو معناتها توا شوف اللي كان ثم 40 اله جديده نحكي على تهيئه المسير فهمتكم تهيئه المسير ثم 40 اله جديده ثم الات زاد كاسحه احنا ثم معناتها الاداره العامه عندها اللي تكاسحه ثم سخرنا اللي تكاسحه من عند الخواص ونجموا ندخلوا خاطر راهو المرات التضاريس صعيبه برشا وحتى بالالات ما تدخل علاش الطرق ضيقه جدا ما حتى المسحات ما تنجمش تدخل لها ليه نجموا نحلوها هذيك مش مشكل اما المشكل الكبير اللي التضاريس عندك بونت كبيره ما تنجمش بكل تدخل اما انا حبيت ناكد عليه اللي صحيح تونس ما عندهاش الامكانيات ملك تونس اغنيه برجالها وبنساها وانا نحب نحييهم الرجال والنساء اللي خدموا هذوما والتعاطف نتاع المواطنين والتعاطف نتاع المجتمع المدني اللي يعاونونا برشا على مستوى الميدان في الولايات الكل باش نجموا نطفيوا الحرائق هذا وهذا هو يعني اللي يخلي تونس شامخه وتونس قويه ونجموا نقاوموا المشاكل هذوما الكل ان شاء الله كل مع بعضنا. نعم نرجع لك ونختم معاك حضره العميد قلت لي وانكم توا قاعدين مركزين جهودكم على الحريق اللي في سلينا يمكن في غضون ساعات ان شاء الله تم السيطره عليها ان شاء الله في غضون ساعات يتم السيطره على الحريق هذا هو اني اضافه برك اني النتائج اللي تم التحصل عليها الى حد الان معناتها اخماد الكم الهائل من الحرائق هذا هو دون تسجيل اضرار بشريه يدل على نجاعه المنظومه المعتمده في بلادنا لكنها ديما تبقى في حاجه للدعم رغم النقص يعني في الامكانيات احنا نقولوا رغم النقص في الامكانيات هذا هو يلزمها تبقى ديما في حاجه للدعم وتفادي النقائص الحاصه على مستوى الافراد والامكانيات الماديه. نعم نختم معكم سي حبيب عندك اضافه؟ والله انا باه نوعدوا تونس كامله اللي احنا باش نعاودوا نشجروهم ونعاودوا نجدوهم الغابات اللي تحرقت كامله ان شاء الله ترجع غابتنا مزيانه كما كانت تحرق الغابه وباش نعاودوها ديما معناتها لاسبي فورستي ديما باش يقعد ان شاء الله. سي عمر انا باش نختم باش نقول تونس في الاستقلال نتاعها كان عندها 300000 هكتار من الغابات بعد 50 سنه ولا عندنا 1.3 مليون هكتار معناتها صار عمل كبير ياسر نتاع التشجير والعمل هذا لازم يتواصل وهذا نداء لكافه المواطنين والمجتمع المدني الكل باش يعاونونا وكلنا باش نحطوا الامكانيات اللازمه باش نعاودوا نشجروا هالمساحات اللي خسرناهم وكلنا نبنيه ونحترموا الغابه نتاعنا ونبنيوا عليها ونقنوا ان شاء الله باعاده الهيكله نتاع الاداره العامه للغابات بالمراجعه القانون نتاع الغابات في مجال الغابات ان شاء الله المقاربه التشاركيه هذه لازمها تولي تتطور اكثر وتولي اكثر موجوده على الميدان باش المواطنين اللي يعيشوا في الغابات هذوما يحاميوا على الغابه نتاعهم ويعسوا عليها وهما قاعدين زاد لحد الان يعسوا اما لازم اكثر هالمقاربه التشاركيه تولي اكثر موجوده نشجعهم اكثر وتحيه لهم الكل والناس اللي تضرت ان شاء الله سرعه التعويض لهم فما لجان قاعده تخدم على هذا لجان قاعده تخدم براتيكمون كلمه الخدمه نتاعها وان شاء الله يتم التعويض في اجال معنا قصيره.
نعم، شكرا لك سي عمر الباهي كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية على حضورك معنا. شكرا لك سي حبيب عبيد مدير عام إدارة الغابات بوزارة الفلاحة على الحضور على المعطيات اللي قدمتنا. شكرا لك حضرة العميد صالح القربي رئيس قاعة العمليات المركزية للحماية المدنية على المعطيات اللي قدمتنا. إن شاء الله كما قلت تقع السيطرة في غضون ساعات على الحريق اللي في سليانة هذية، وإن شاء الله يا ربي نهاية الحرائق غدوة بقدرة ربي طقس يتحسن في تونس. إن شاء الله بلادنا تكون بخير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والاهتمام. نتقابل إن شاء الله في عدد قادم من برنامج في أسبوع مع تحيات ألفة الخديمي وصدق دغين. إلى اللقاء.